بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. تخيل نفسك عايش بطولك في الدنيا دي كلها، مش قصدي يعني انك تبقى وحيد ومالكش اصحاب والناس حواليك اتنين اتنين او جروبات، لا انا قصدي بالمعنى الحرفي انك تبقى يعني عايش لوحدك في الدنيا دي كلها، يعني الدنيا بطولها وعرضها ما فيهاش غيرك. انت الانسان الاوحد على وجه الكرة الارضية، الشمس والقمر والبحر والشجر وحضرتك هايم في ملكوت الله من غير ما يكون معاك صريخ ابن يومين. بالمناسبة أنا لسه مركزة في معنى كلمة صريخ ابن يومين دي النهاردة، قصدهم يعني العيل اللي لسه مولود وبيصرخ. المهم وأنا بتخيل الموقف المهيب ده لقيت أنه في حاجات كتير قوي ممكن الواحد وهو عايش لوحده يستغني عنها، بما أنه يعني مفيش حد هيطلع يقوله إيه عيب كده الناس بتبص عليك، ولا حد هيقوله وطي صوتك الناس هتسمعك بتقول إيه، هيبقى مسموح لك انك تكوش على كل حاجة في الدنيا ومحدش هيطلع يقولك ما تبقاش اناني لانك بالفعل اناني، ما هو مفيش غير انا وبس. هتاكل اللي يعجبك وهتلبس اللي يعجبك لانه مفيش ناس تلبس لهم اللي يعجبهم كما يقول المثل المصري الشهير. والسؤال هنا، هل يا ترى هتحتاج تتحلى بهذا الشيء اللي طول الوقت احنا محتاجين نشيله على عاتقنا اللي هو الاخلاق طالما في ناس حوالينا؟ ما هو بيتعرف ان فلان ده اخلاقه عاليه منين غير من تعاملاته مع الناس اللي حواليه. يقولك اصله ده شافني وحط وشه في الارض، ده ساب مكانه للراجل الكبير في السن عشان يقعد، ده عاش يخدم في امه ويبوس في ايديها ورجليها لاخر يوم في عمرها، ده حنيه الدنيا فيه شايل مراته واولاده فوق راسه، ده متواضع ده كريم ده متسامح ده حساس. كل دي وغيرها اخلاقيات ما تتعرفش غير بالتعاملات. احنا بقى عندنا ثقافة غريبة شوية ومتداولة كده، يقولك ايه البلد اللي محدش يعرفك فيها معرفش اعمل ايه فيها كده، وبالتالي نفس المنطق هيقولك ايه خلاص طالما لوحدك ومفيش بابليك يبقى صوت مش هتحتاج الاخلاق دي، يبقى اركنها على جنب. الحقيقة ان كل ده كلام افتراضي، يعني بنفترض وتخمينات، لكن على ارض الواقع اول انسان فعلا اتخلق في الدنيا هو سيدنا ادم عليه السلام، ما تسابش فيها كده يهيم على وجهه بدون ضوابط. مش معنى انه اتخلق لوحده انه مش هيلتزم باي شيء، وكفايه قوي اول درس خدناه منه وهو ان المعصيه والغلطه بفوره على طول بخروج فوري من الجنه والهبوط لمستوى ادنى للدنيا. سيدنا ادم عليه السلام اتعلم اول واهم درس في الاخلاق وعلمه للبشريه من بعده كلها، كل البشرية هم عارفين ان احنا ما ينفعش نتبع الشيطان اللي بيحاول بكل ما اوتي من قوة انه زي ما خرج سيدنا ادم من الجنة انه يبعد باقي ذريته عنها. احنا النهاردة هنفتح ملف اخلاق الانبياء، واول حلقة هنتكلم فيها عن اخلاق سيدنا ادم عليه السلام اللي هيكلمنا عنها فضيلة الشيخ اشرف الفيل، واللي حضراتكم كمان تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه اي سؤال، بس بعد فاصل قصير.